مرحبا بك يا حسام، مرحبا بضيوفك. نحن حابين تحكي لنا على قصتك مع ثورة 17 فبراير. كيف بدأت بيها وكيف ساهمت ومن اللي فقد من أبنائك؟ ومن استشهد منهم؟ الحدث بتاع بنغازي سمعته في سوق مربحة في طمينة، قالوا اليوم متحركة بنغازي، كان يوم 17 فبراير اللي هو تحرك فيه بنغازي. وروحت هنا جيت البلاد، واحد يقول تحركت وواحد يقول ما تحركتش، لان الاخبار ما زالت متضاربه هذاك الوقت. احنا يوم 19 الناس انتفضت وعدت دارت مسيره في البلاد داخل، او اللي قتل فيها الشويهدي خالد بو شحم اللي هو اسمه خالد بو شحم، وانتفضت للشباب خلاص يعني. ولما صار فيها الموت من اول يوم عرفوا انه ما عاش فيها اللي هي مسيره سلميه. قبلهم بالسلاح من اول يوم يعني، فتيوي قبلهم بالسلاح من اول يوم، الناس خلاص ما عادش تتحمل اكثر من هيك. ولهذا الناس انتفضت انتفاضه واحده، كيش شاب ولا شيبان، قال في المصراته ما فيش يعني واحد الا المندسين، هذيهم اللي نقول لهم احنا السوسي اللي تو مسمينهم الطابور الخامس. ايوه هذيهم قعدوا مندسين. واحنا يا سيدي الشباب انتفضوا من اللي انفقد وفي اللي استشهد في ذلك الوقت. احنا قمنا بنقاط تفتيش وعلى الساحل هدايا وفي البلاد عندنا دايرين ناس زي دوريات في البيت، ونقاط التفتيش هذه في الساحل كله. ولهذا وبعدين في يوم كان يوم خميس الاسبوع القادم يعني اللي بعد الاربعاء، كان يوم خميس اللي هنا دخل الدبابات من طريق من شارع كرزازه احنا نقول له من جهه جامع الشهور. كنا متجمعين غادي نقاط نتاعنا نتاع التفتيش، كنا دايرين في الهنجر هذا دايرين مكان يعني نقعدوا فيه، يا ربنا خش علينا من غادي دبابات. ولهذا الناس كلها في الاول عقلنا من الدبابات الحق، وقلنا قعدنا بعدين قعدنا نواجهوا فيه، في اللي عنده ار بي جي، في اللي عنده فاس، وفي اللي عنده سيف، في اللي عنده قامطي، في اللي عنده زقيه، كلهم الحمد لله يعني ممكن نستشهدوا من اثنين هذاك اليوم. اليوم مستشهد فيها محمد مصباح السوي، مستشهد فيها عمر العريب هناي في نفس الشهر. واستمرت الحاله هذه، كل ما هم يستعصوا احنا نزيدوا قوه وايمان، كل ما هم يزيدوا علينا رمي احنا نزيدوا قوه وايمان. نفقدوا شهيد يجونا 25 30 متطوع من المناطق الثانيه، يعني من مناطق مصراته عامه، مش من منطقه هذه اسمها منطقه المقاصب يعني. هذه الجبهه الشرقيه منطقه المقاصب، ولكن لما يستشهد شهيد من احنا يجونا متطوعين اقل شيء شهيد بيجونا من غدويتها 20 25 راجل متطوع. في يوم دخلوا مره ثانيه 42 ار بي جي طلعوا من الشارع حدا، وكانوا متمركزين على شارع بنغازي سلاح هذا. سلاح اللي غنمتوه منهم ما غنمناه من كتيبة حمزة، وين قالوا بحولوها للكلية. في شباب كانوا واقفين جابوا السلاح حناية ما نقولوش كتيبة حمزة، فهمت؟ هذا اللي ربك الناصر، هو ما فيش يعني ما فيش شك، هذا ما النصر إلا من عند الله. ولهذا كل يوم قعدنا نستمر، وكل يوم أحسن من يوم، والحمد لله من من كنا مدافع الحمد لله تصبحنا مهاجمين. السلام. في الوقت هذا أصبحنا مهاجمين الحمد لله، قبل كنا مدافعين على شرفنا وعلى أرضنا وعلى حشاننا وخواتنا وبناتنا، اليوم أصبحنا نهاجموا فيه. واستمرت الحكاية إلى تاريخ اليوم الحمد لله. وحشك أنت يعني ولدك وبناك المفقدين. ولدي بالنسبة لإبراهيم، بالنسبة لطاهر انفقد هو وثلاث شباب تانيين معاه، هذيما رمات ار بي جي، والله أعلم وين انفقدوا، ما نعلمهمش، لا جينا أثر ولا حصلنا عليهم خبر يعني. هو وعبد الباسط الهادي العربي، وليد معانا من الشرق اسمه محمد دغمال، وعبد الله سالم بوسيد، وطاهر سالم شكلهم، هذول انفقدوا في اليوم الاول. يوم 31/3 استشهد ابراهيم. انا يرموا عليه من التقنيه. الشهيد ابراهيم استشهد يوم 31/3. يوم 4/4 انفقد محمد في الكليه، ماشيين بيغنموا، جابوا طريقين ذخيره، وولوا للثالثه 9 انفار. زوز انفقدوا غادي اللي هو الدكتور احمد رمضان زرموح ومحمد سالم شكلو، والجماعه الثانيين روحوا هنا يعني ما شدوش، هذيكم انفقدوا هذي ما روحوا. هذي ما يغنموا في الذخيره من الكليه الجويه، يمشي يجازفوا بانفسهم ويضحوا من اجل الوطن.
يجيبوا في الذخيره من غادي ونلقوا فيها احنا هنا وقت نستحقوا الذخيره الحمد لله يعني والله جابوا غنايم ما يوفي الا احد الحق وهم بفضل الشباب فضل الله الاول وفضل الشباب الثاني هذا الكلام اللي وهل انت يا حاج سالم فقدت يعني شهيد واثنين اولاد هل هدا هبط معنوياتك ابدا ابدا انا والله وين ما يطيح شهيد يزيد معنويتي ترتفع الحمد لله. الله. اه والله حتى لما سجلنا الشهيد اقسم لكم بالله هذول جماعه شاهدين علي حتى اللي بكينا بكينا وامه واخواته والله ما سجلنا الا بالزغاريد هذا وصف شرف يتعلق عليه صدر الحمد لله هذا حط لي تاج الجنه على راسي الحمد لله لما استشهد ضمن لي الجنه باذن الله دعونا. ولا يمكن اي حاجه تحطم لي معنويتي باذن الله لا أنا صامد 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 كان مطاح شداي وإلا أنا ميت عملك الفترة هذه تشتغل ولا قاعد في جبهة ولا قاعد في الجبهة الحمد لله رسمي رسمي والله تو لينا لها تو ثلاث شهور ومعاش ولا يمكن حركت حاجة خاطي الجبهة شيء خدمتك في لله في لله في لله في سبيل الوطن وسبيل الجبهة ضناك فداء للوطن ومعنوياتك فداء للوطن ومش حاجة تحرك لي أي شعور من ناحية المكان عندي إيمان قوي إن اللي يستشهد هدايا ضمن الجنة والأسير إن شاء الله ربي يفك أسره كانوا حي وكان يستشهد زادني فضل من عند الله سبحانه وتعالى. ما يا حسن مش رايك في بعض الناس تقول كان في تدخل بري يكون خير يكون كذا؟ لا 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 أنا ما نوافقش عليه تدخل بري هدايا لا يمكن نوافق ما عليه. عندناش إحنا الحمد لله شبابنا ما قاعد قاعدين شنو لما الشباب هذي ما قاعدين شنو ندير بالتدخل البري؟ لا لا إلا لا. حاجة واحدة يمدونا بسلاح أو أهلا وسهلا يزيدنا يعني هذا واجبهم هم علينا احنا أن يوفرون السلاح بس يمدونا بحاجات يعني معنى سلاح معنوياتنا مرتفعة الحمد لله وشبابنا الحمد لله والله ما يجي العشية من الجبهة الصبح لما تنادي عليه ينط يقول له هاي جبهة طول ما في مش واحد يتأخر واللي خفت منها في الأول قلت كان وين يستشهد شهيد خفت منهم يجبدوا لكن هم يزيدوا معنويا صراحة بسم الله تبارك الرحمن من هذا الكلام اللي ما يا انت وين حاج كم عمرك انت؟ انا عمري 62 سنة ربي يعطيك طول العمر ان شاء الله ان شاء الله في طاعة الله ان شاء الله شنو المزايا اللي شفتها من بعد الثورة؟ مزايا الحمد لله كل يوم احسن من يوم في الناس ومعاملتهم لبعضهم متطوعة في اللي ينظف في الشوارع في اللي ينظف في المنطقة داخل الناس يعني متطوعين وشباب متحمسين انهم يحملوا السلاح في وجه الطاغية كل كبير صغير يعني بنسألك هل يعني هل الليبيين في مصراتها زادت غيرتهم على البلاد بعد الثورة؟ اش ما تزيد هم يهجموا علينا احنا نزيد غيرتنا على الارض والوطن بقى شو تحب تضيف لنا في اخر اللقاء المبارك؟ نضيف لكم ان شاء الله باذن الله المطلوب من الله سبحانه وتعالى ان ينصرنا عليها الطاغية ويعجل بالنصر باذن الله ان شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك